عملية مونوبولي. ورد إلى شرطة دبي عبر منصة إيكرايم بلاغ من شركتين شرق آسيويتين تفيدان بتعرضهما لعملية احتيال ضخمة بملايين الدولارات، وذلك بانتحال شخص لصفة مدير الشركة ومحاكاة صوته باستخدام تقنية التزييف العميق ديب فيك، إذ اتصل المحتال بأفرع الشركات وأوهم المديرين بأن الشركتين الأم تنفذان بشكل سري صفقات استحواذ على شركات في دبي، وأنه لا بد من تحويل مبلغ مالي بقيمة 36 مليون دولار لإتمام الصفقات. وأكد المحتال صدق اتصاله بإرسال رسائل إلكترونية منسوبة للشركتين الأم. وعلى الفور تتبع المختصون في إدارة المباحث الإلكترونية المعلومات والتحويلات المالية التي أظهرت تعمد المتورطين إخفاء المبالغ المالية التي حصلوا عليها من عملية الاحتيال عبر تدويرها في مجموعة تحويلات مالية بين حسابات مصرفية داخل الدولة. لكن فريق البحث والتحري كان لهم بالمرصاد، وتمكن أفراد الفريق من القبض على 43 شخصاً داخل الدولة والتحفظ على المبالغ المالية ومضبوطات أخرى تمثلت في سيارات ولوحات فنية باهظة الثمن وغيرها. شرطة دبي جعلت من منصة إيكرايم درعاً تقنياً وأمنياً ضد الجرائم الإلكترونية لتخيب آمال من حاولوا التسلل أو العبث بأمن المجتمع.